سيداتي يا نساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. تغطية حية مباشرة في هذا اليوم، نقول لكم هذه المباراة اللي تلعب في ظل ظروف مناخية صعبة. في الحقيقة انا اشعر بالبرد، فما بالكم المتواجدين على أرضية الملعب. مباراة صعبة على اللاعبين، لكن نحن ننتظر منهم الكثير ليقدموا لنا أداء ممتع لا تؤثر هذه الثلوج على مردودهم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. هي البداية إذن، روزوفيتش، أوتافيو، أليكس تيليز، روزوفيتش، ساديو ماني. تصدي رائع جدا من الحارس ساديو ماني، قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. بالكاد نجح في ابعاد الكرة، ساديو ماني، كرة في الشباك، يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة.